شنو كان وقع لكم تحت في البحر، تهرس من عمقي يعني كنت كنتسرطر وتهرس من عمقي وتشللت وعشت الالم يعني مده عام من شهر 8 العام اللي فات دابا، والحمد لله وعاونوني اخوتي المحسنين ووقفت على رجلي. ولكن من بعد تأديت بالكلاوي وعندي الحجر، عندي الحجر في الكلاوي وفي النبوله، كنطلب اخوتي المحسنين يعاونوني الله يرحم الوالدين شي واحد يعمل لي العمليه، والله يرحم الوالدين الله يجازيكم بالخير. ورساله للشباب الله يرحمكم الوالدين، دابا هي الصيفيه جات الله يجازيكم بالخير، ما تبقاوش تسرطوا الله يرحمكم الوالدين، عموا بالثبات، راه واحد الغلط صغير يعيشك في الالم طول حياتك. الله يرحمكم الوالدين ما تزيدوش تسرطوا هذاك، الله يجازيكم بالخير خوتي الله يرحمكم الوالدين. دابا انا في هذه الساعه باقي كنعيش الشلل وعندي الدواء بزاف، وديما كنحصل في الدواء ملي كيتسالى لي كنبقى حاصل وتنحي الاكل وداك الشيء، راه بعد الخطرات والله العظيم الا كتحرف لي فيه. حنا هنا في نطاق ما كاين لا خدمه لا والو، مساعده قليله والخوت ما كاين شي، كل شيء ما كيجيش يعاونني هنايا. الوالدين حتى هما راه لا اله الا الله عيا، وراه مشاو بحالو معاهم، مابقاوش ساكنين معايا هنايا في الدار، بقينا غير انا وواحد الاخت ديالي. وكنطلب منكم الله يرحم الوالدين تعاونوني الله يجازيكم بالخير. السلام عليكم، انا اختو يوسف، انا اللي بقى معاه. خوتي كاملين سمحوا فينا، ما بقى حتى شي واحد بوم ما عنده شي، مشاو للجبل يعيشوا. بقينا انا وياه، السيد خصو اللي يعاونوه، خصو اللي يكون معاه، خصنا عندنا معاناه بزاف، عنده الكلاوي، عنده النبوله، كيبقى يبكي بالحريق، منزف صحتو البحر، زعما من صح حتى واحد يعمل ديك ستراتوس. انا راه البحر دابا ما ناويهش نمشي ليه مره، خايفه انا منه، وكنتمنى حتى واحد ما يعمل هذاك ستراتوس وداك الشيء البحر، يعني زعما الله يكشف من الحال. انا دابا ما بقيتش عارفه كيفاش نهضر. ومن بعد ما تسرطر وتشلل نادو عليه الكلاوي، والطبيب كيقولنا عنده الحجر في الكلاوي، اربعه د الحجار كبارين، قال لي شحال عنده سنتيمو نسيت، وعنده النبوله يعني واحد الصنده. بعدا انا عييت غير ديك التنظيف ديال الصنده، بعدا كل مره كتطلع فيا ريحه الصنده خايبه، وكان كاين نجفف نمسح كل نهار نفس المعاناه ديك الصنده. دابا قالنا الطبيب الا مشى ان شاء الله عمل العمليه ديالها مليون، وعاد التحاليل وداك الشيء. هو دابا كنتمنى العمليه تعدل وتهنى من ديك الصنده، تهنى من ديك الريحه، الدار بعدا كتبدل علينا بالريحه، كنعيا نصيق نجفف نعمل كل شيء. دابا يا ربي الحبيب يجي شي محسن ويعاوننا، وشي ولاد الخير يعاونونا، ربي يهنينا من الصنده ويهنينا من ديك الميكروب ديك الشيء اللي عايشين فيه. الماكله من بعد نهار ما كيجبرش ما ياكل، انا كنعيا نقول زعما راني ما عنديش، حتى انا ما عنديش من بعد كنشبر وكنوض نتسخر ونعطيه ياكل. بعد مره كنبقى نشوفو كياكل غير الخبز بوحده، عاود كنقول غير نعرف الشيطان وكنوض صافي، انا بدي ما عنديش، انا بدي والله ما عندي. وانت كتشوفو دابا الحمد لله يا ربي على كل شيء. الدوايات غاليين، ديك النهاراتي تسالاو الدواء كامل، مشيت جمعته كامل تتخلعت 50 الف فرق، هذا غير نص الدواء تقريبا. هو دابا حنايا كنترجاو الله وكندعيو الله سبحانه وتعالى ربي يفكنا ويعاوننا في هذه العمليه. انا والله ما كرهت نعمل العمليه، في اقرب وقت نعملوا هذه العمليه ونرتاح. انا معذبه غير بالصداع ديالو د الليل، الناس الحومه مساكن كاملين كيجيو لعندنا يديوه ليه الطبيب ويجيبو ويديوه، يعملوا غير الصويرو ويضربوا له الابرات، هذا الشيء ما كيخسروا عليه تما. وكيبقى يغوت كيبقى يقول واحد الجمله، يا ربي الحبيب واش انت السرطان ما كتعطيهش هذا الحرق، وانا هاد الكلاوي كطيني هاد الحرق، انت ربي كنعفو على السرطان وما كنعفوش على الكلاوي. يعني وصلت به واحد المرحله كيخرج يبكي لي برا، والناس كتبقى ترغب فيه. دابا الله يرحم الوالدين المحسنين، بلاد الدنيا حنايا راه المغرب مزيان، وعتقوه هنا بالاولى، الله يرحم الوالدين يعتقوه هنا مره ثانيه، نعمل عين عمليه ونرتاح. هادشي اللي خصني دابا، انا وليت كنحس به بحال يماه وبحال باباه.